صراحة المنتخب الوطني داخل القاعة كيف كنشوفوا في البطولة كأس العالم، الحمد لله واحد الفريق اللي هو متكامل، فريق اللي شنا الماتش الأول ضد جزر سولومون ب0-0، كان واحد الأداء اللي هو رائع. الماتش الثاني اللي كان ضد تايلاند شفنا ضد المنتخب التايلاندي، كان واحد الماتش اللي هو قاصح، 12 ثانية اللي بقات هي اللي جاب التعادل، واحد الخطأ ديال الحارس، ولكن ما نلوموهش عليه حيت ضمننا التأهل بأربعة نقاط في الماتش الثاني. الحظ ساعفنا باش لعبوا ضد بطل اوروبا وتعادلنا معاه ودرنا واحد الاداء اللي هو جد 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 رائع اللي كيشرف المغرب والمغاربه كاملين. الحمد لله المنتخب غادي يلعب غدا مع فنزويلا، كنتمنوا انه حيت هذه اول مره غادي يتاهل الدور الثاني بعد دار شرف المغاربه، واول فريق عربي افريقي اللي غادي يتاهل الدور الثاني اللي كاين حاليا اللي كيمثل العرب وافريقيا في البطوله، زعما شرف المغاربه كاملين. وكنتمنوا ليه الغد انه يدير شي نتيجه مشرفه ضد فنزويلا، وكنتمنوا السعود يكون في حاله جيده حيت هو اضافه كبيره للمنتخب المغربي. وتحيه للمغرب، وغدا ان شاء الله غادي يربحوا شي 2-0 ولا 3. الحمد لله عندنا منتخب اللي هو جد قوي، أصبح يشرفنا ليس فقط في المحافل القارية وإنما أيضا في المحافل العالمية، أثبت على الجدارة ديالو بعد جوج محاولات ديال المونديال 2012 و2016. نحن هنا في مونديال 2021 كنتأهلوا للدور الثاني لأول مرة في التاريخ ديالنا، وهذا إنجاز يحسب لكتيبة الناخب الوطني هشام الدقيق، عمل ليس فقط في أربع سنوات ولكن في طوال العشر سنوات اللي كان فيها الناخب الوطني هشام الدقيق على رأس المجموعة. صراحة ما عليا إلا نقول بالتوفيق اللاعبين، لانني على علم بهم واحد بواحد، خاصهم فقط يكونوا المعنويات، يكون التركيز ديالهم قوي، لان لاحظنا في مباراه منتخب تايلاند لحظات ضعيفه، واحد اللحظات قليله اللي فقدنا فيها التركيز، تلقينا فيها التعادل وفي اخر الثواني. بالنسبه لي منتخب فنزويلا الذي متمسكا بمقولتي كما سبقت وصرحت بها، فمنتخب فنزويلا في نفس مستوى ديال المنتخب تايلاند، يعني ايضا غيكون في نفس المستوى ديال المنتخب المغربي، وبالتالي غتكون مقابله قويه، اتوقع تعادل وضربه ترجيح، او غتكون واحد فارق هدف ما بين للفريق الفائز. بالنسبه للمنتخب الوطني ديال الفوتسال، راه تبارك الله عليهم، راه بينوا بواحد الروح قتاليه اللي احسن من المنتخب صراحه الكبير صراحه، وشفنا غير الاداء اللي لعبوا مع الماتش تاع البرتغال اللي هو راه كيتعتبر من الفرق الصعاب، واصلا راه بطل اوروبا او ديبار. وكنتمنى ان شاء الله في الادوار الجايه يفهمشي يبدلوا نفس المجهودات وشي حاجه اكثر، وكنتمنى ان شاء الله من العميد اشرف يرجع من الاصابه ديالو، الله يشافيه يا ربي، وتكمل المجموعه والانسجام اللي غاديين به يكملوا عليه، وان شاء الله وديما مغرب ديما مغرب ديما مغرب.